بيكم في حلقة جديدة من برنامج في الحركة بركة. أنا ماجدولين ومعاكي في البيت تاني حلقة، وبنشتغل من البيت، بنعمل تمارين في البيت ونخلي بالنا من صحتنا ومن جسمنا. تمارين النهاردة هنركز فيها على عضلات الإيد. كتير مننا ناس بتشتكي إنه مش قادرة أشيل شنط السوبر ماركت من على الأرض، مش قادرة أشيل الولاد من على الأرض. بحس طبعاً بيبقى فيه مشكلة إنه ساعات ظهري بيبقى ضعيف، لكن كمان إيدي بتبقى ضعيفة، وبنفتكر دايماً إنه التمارين بتاعة الإيد لازم أشيل أوزان وأعمل حاجات كتير صعبة. بالعكس، أنا ممكن أعمل تمرين بسيط جداً بأزايز الموجودة عندي في البيت وأوي عضلات إيدي. ده اللي هنعمله النهاردة، هنركز على العضلة اللي قدام والعضلة اللي ورا في إيدي، وكمان هعمل شوية تمارين بتعلي ضربات القلب وفي نفس الوقت كمان بتحرق سعرات حرارية. تابعونا وحضري نفسك، اقفي قدام الشاشة دلوقتي في الحركة بركة. زي ما اتفقنا، أول تمرين هو تمرين التسخين. ليه بسخن؟ عشان أقوي عضلة قلبي، وكمان عشان كل جسمي درجة حرارته بتعلى وعضلاتي كمان تقدر تديني أكتر وأقدر أشتغل أكتر وما يحصليش أي حاجة توجعني بعد ما أخلص التمرين. ده تمرين التسخين، ولازم يكون بيبتدي بالراحة شوية وبعدين أبتدي أزود أو أسرع شوية شوية، بس منفعش مرة واحدة أبتدي بسرعة، عشان اكيد هتلاقوا نفسكم بتنهجوا قوي ومش عارفين تتنفسوا. ده بيبقى السبب في ان احنا بدانا تمرين مره واحده. دلوقتي هبتدي ازود شويه، بس رجلي بتسيب الارض. اول ما رجلي تبتدي تسيب الارض، ده معناه ان انا سرعت شويه. وزي ما اتفقنا في الحلقه اللي فاتت، اي وقت بحس فيه اني تعبانه بقدر اعمل نفس التمرين بس من غير ما انط، اني مش لازم ادوس على نفسي او اضغط على نفسي عشان اعرف اكمل التمارين اللي بعد كده. اسرع كمان، برافو عليكم. انا عد 4 3 2 1 ونروح على التمرين الجاي. تاني تمرين هنعمله مع بعض هو لعضلات الايدين، للعضلة الأمامية والعضلة كمان الخلفية. وزي ما انتوا شايفين، أنا بستعمل أزايز من البيت. أي أزايز عندك في البيت، ومش لازم طبعا تكون صغيرة، كل ما تقدري تشيلي أتقل أو تقدري تشيلي أتقل شيلي أتقل، بس في الأول خلينا نبتدي الأول بالأزايز الصغيرة. بمشي في مكاني الأول لأن عملت أول تمرين، تمرين التسخين، وبعدين هبتدي دلوقتي أشغل إيدي ورجلي لسه بتشتغل في مكانها. بتني الأزايز لفوق لحد كتفي وانزلها تاني. 3. اللي بيحصل دلوقتي هتلاقوا العضلة اللي قدام في ايديكو بدأت تشتغل. لو انا شايلة اتقل هحس بيها كمان اكتر بكتير، بس زي ما اتفقنا مش لازم اشيل تقيل قوي في الاول، واحافظ على رجلي انها بتشتغل في مكانها. برافو عليكم. هنكمل كمان 10 9 8 7. ممكن أوقف رجلي وأكمل كمان إيدي. فاضل لنا خلاص آخر مرتين ونبقى خلصنا التمرين بتاع الإيدين، العضلة الأمامية. آخر مرة خلصنا. التمرين الجاي هنرجع تاني نعمل حركة سريعة شوية. زي ما اتفقنا احنا عايزين نحرق سعرات وكمان نشتغل على عضلاتنا، عشان كده كل مرة بنعمل تمرين عشان عضلة معينة بنرجع تاني نعمل تمرين اسمه كارديو. الكارديو ده اللي بيشغل عضلة القلب، بس المرة دي هزود حاجة، هبتدي استعمل ايديا. هرفع ايدي وانزلها. لو حاسة انك متلخبطة مش عارفة تستعملي ايدك، ممكن تسيبي ايدك هنا. لو حاسة في اي وقت تقدري ترجعي ايدك تاني، ممكن نستعمل ايدينا، ومش لازم تبقى فوق، ممكن تبقى هنا، ممكن تبقى قدام، اي مكان تقدري، بس المهم اني استعمل ايدي. ونكمل جري. برافو عليكم. قربنا نخلص التمرين. 4 3 2 1.
كملوا معانا. التمرين الجاي هنرجع نشتغل تاني على ايدينا بس على العضلة اللي ورا، وزي ما انتوا شايفين احنا قاعدين على الكنبة اللي موجودة في البيت، مش محتاجة يبقى عندي اوزان في البيت وحاجات كتير اشتغل بيها، اقدر اشتغل باي حاجة عندي في البيت. هبتدي وانا قاعدة عند طرف الكنبة واحط ايدي بالظبط جنب عظمة الحوض، وزي ما انتوا شايفين رجلي قدام شوية، وبعدين هسيب الكنبة وهسيب واخلي ايدي زي ما هي موجودة على الكنبة. اللي هعمله ان انا هتني كوعي وافرده، بس اتني كوعي وافرده، واحاول ان يكون كوعي باصص ورا، يعني ما يجيش على قدام، لان اول ما يجي على قدام هيوجع لي كتفي وانا بشتغل. واكمل. في اي وقت تحسي انك تعبانه ممكن ترتاحي شويه وترجعي تكملي تاني. طبعا مش هنرتاح وقت طويل، يعني بس نرتاح نعد 1 2 3 ونكمل. كل مره انا بتني رجلي وايدي وبفردها العضله اللي ورا اللي في ايديا بتشتغل، لان الوزن دلوقتي كله وانا بطلع هيبقى على العضله اللي ورا. اخر 4 مرات. 4 3 2 1. اخر تمرين معانا النهارده بعد ما اشتغلنا حركات سريعه وكمان اشتغلنا العضله الاماميه والعضله الخلفيه لايديا، اخر تمرين هيبقى اسرع شويه، وعايزاكي تعمليه معايا وهو مش طويل خالص بس فعلا مفيد جدا. جاهزين؟ 1 2 3. بسرعه 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 بسرعه. بحرك رجلي، ممكن افتح رجلي واقفلها لو حسيت ان انا بدات رجلي توجعني. سريعه قوي صح؟ اكمل. لو حاسه ان انا تعبانه في اي وقت ممكن اعمل كده في مكاني، اخد نفس وارجع اكمل تاني وارجع اجري. برافو عليكم. دلوقتي هنبتدي نمشي في مكاننا وناخد نفس مرة كمان. أنا مبسوطة قوي إنك تابعتيني النهاردة. أوعي تنسي الحركات اللي عملناها، اكتبيها كلها واعمليها النهاردة واعمليها كمان باقي الأسبوع. كمان مش عايزاكي تنسي إنك فعلا مميزة، والتمارين دي مهمة جدا لصحتك، مهمة كمان لجسمك، لأن جسمك بركة. وأشوفك في حلقة جديدة من الحركة بركة.